متابعينا في السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث تسود أجواء غير مستقرة، فرصة لزخات العديد من الأمطار، 33 درجة مئوية كحرارة أثناء فترة الإفطار، الملموسة 30، الرطوبة 20%، أما الرياح تكون بين المعتدلة والنشطة. ننتقل الآن لتفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأ بالمنطقة الشمالية، فرصة زخات العديد من الأمطار في عرعر 31 إلى 19، سكاكا 30 إلى 19، أما تبوك 31 إلى 18. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة أتربة مثارة 35 إلى 23، مكة المكرمة أيضا أتربة مثارة 39 إلى 28، أما جدة 37 إلى 25، الطائف 30 إلى 19. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، الباحة 26 إلى 19، أبها 27 إلى 18، جازان 35 إلى 30. المنطقة الشرقية أجواء غير مستقرة، الدمام زخات من الأمطار 37 إلى 28، حفر الباطن 36 إلى 23، أما الإحساء 38 إلى 29. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض، أجواء غير مستقرة ومغبرة وزخات العديد من الأمطار 36 إلى 25، بريدة 38 إلى 23، أما حائل طقس مغبر 31 إلى 18. إلى اللقاء.